نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في منطقة الصياهد الجنوبية للدهناء بشمال شرقي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور العديد من الأمراء وأصحاب السمو والمعالي من مختلف الدول الخليجية. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يحرص دائما على تواجد مملكة البحرين في مثل هذه المهرجانات التي تعزز من القيم والمبادئ والتراث الأصيل، مبينا سموه إلى أن جلالته حفظه الله ورعاه حريص على دعم مختلف رياضات الموروث والتي تمتد عراقتها منذ الزمن القديم. وأقيم المهرجان على مساحة 4000 متر وصممت القرية لإقامة الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالإبل وثقافتها برؤية تهدف إلى أن يكون الموقع الأول والأهم في العالم للإبل، وتزدهر المنطقة بلباس تلتقي فيه روح التراث ومفردات الحضارة لتكون وجهة سياحية واقتصادية وترفيهية منتعشة بعد أن دشنت قرية متكاملة دائمة مرتبطة بالمهرجان الموسمي الذي يحظى بحضور الآلاف من المواطنين والمقيمين إلى جانب العديد من الخليجيين والعرب ووفود سياحية عالمية. وأظهر المهرجان أوجه التراث الشعبي المختلفة المتمثلة في الصناعات اليدوية والحرف التقليدية وربطها بواقعنا المعاصر، وللحفاظ أو للمحافظة عليها كهدف من أهداف المهرجان الأساسية وإبرازها لما تمثله من إبداع إنساني تراثي عريق لأبناء الأوطان.